بغيتش نحترف. جاوني دي بروبوزيسيون، جاوني دي بروبوزيسيون في قطر وفي لا سويس، وكانت ما فانت كارير والوليدات كبروا شويه وما بقاش ليا بزاف باش نلعب لان لاج كيلعب، وخديت قرار على اساس نقابل وليداتي. وكنشكر كذلك واحد عطاني الله واحد بنت ناس اللي زعما اش غنقول لك الله غير يخلصها، لان كما ذكرت لك ما عشت مع خوتي بحال مع ولادي، ولادي ما عشت معهم بالشكل اللي خصني نكون معهم. فعطاني الله واحد المرأة اللي قامت بواجب احسن قيام، والحمد لله الدري قرا وتوظفوا وتزوجوا وداروا وليدات، والفضل كله كيرجع ليها لان انا كنت غائب كنحضر ولكن الحضور ديالي ما كافيش، والحمد لله على كل حال. توعد في ولادك ما طلع كوارك؟ ما بغيتوش يمشي الكورة، انا منعت عليه الكورة، ما بغيتوش يمشي الكورة لان صعيب ما تشوفش شحال من واحد نجح، خصك تشوف شحال من واحد ضاع في الكورة، وهذا هو السؤال الحقيقي. لان علاش دابا ولا سبوريتيود؟ دابا تطورات الوقت، لان دابا ولا سبوريتيود، اما باش نشد ولدي ندير الكورة غنخسرو وما غيقراش، وهادشي عشناه، ما نبغيش يعيشوا وليداتي او يعيشوا وليدات الناس. فانا حاليا دابا عندي لي ديبلوم ديالي ديال لا ليسونس بي، ما عمري تنيت بشي فرقة. علاش؟ لان هذا القرار خديته من ولادي لا يعقل. غناخذو من ولادي وغنمشي ندير في ولاد الناس، وحتى الا مشيت عند ولاد الناس عند اي فريق من الاولويات يوكلوهم ويقريوهم وتديهم وتجيبهم من المدرسة. ضروري من القراية. من وي. انت اسمح لي، القرايه ولات دابا اون نيفو، ولات عندها كومينيكاسيون مع السبور باغ اكزومبل. كنسميو حنا الدري كسول، كسول تيكون ماشي ذكي، الا كان المستوى الثقافي ديالو كيدوز الدرس قدامو كيشدو تيكابطي مزيان. كاين اللي ما تيكونش عنده مستوى ثقافي بزاف خاصك تبقى ما يمكنش تخدم الكره فيها. نعم، كنت دوز هذا الكونفينمون، هذا الحجر الصحي الان، يوميات ديال سي خليفه في الحجر الصحي. والله قلت لك ما تصدقش. نعم، اول مره كنخرج عندك لا سميتو لهاد البلاصه فين تلاقيتني، ما خرجتش بتاتا. علاش؟ لان عندنا الحق في ورقه واحده، وديك الورقه دايرها في اسم مدام، عندها ما كبيره وخصها تشوفها وخصها تدوى وكذا وساكنه بوحدها، وعندها اختها كذلك مريضه ما كتشوفش. فلهذا انا ما غنديرش دوك المتطلبات، فبقات هي كدير في الكروس وانا الدار. دابا الخرجه الاولى اللي خرجت لعندكم هي عندكم انتم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.